بعت لك عبد الله او عبودي او بودي اللي بدك اياه. لما كنت مش من زمان لما كنت عم تلقي كلمه وامك كانت قدامك قاعده بين الحضور بكيت هيدي من اهم النقط حتى لو ما ذكرتها يعني بقلبي كمان هيدا شيء فوق الطبيعي بالنسبه لي. انا لما حكيت كنت عم بحكي وطلعت عم ماما شفتها عم تبكي ضلت عم تطلع عليها طول ما انا عم بحكي عم تطلع عليها كنت شجعت اكثر لاحكي صرت بدي احكي كل شيء بقلبي بس شفت ماما عم تبكي. من هذيك اللحظه هلا بدي يصير طلع كل شيء عندي عشان ماما وبابا. شو كانت عم بتقلك بدموعها؟ انا فخور فيك. وانت بنظراتك شو قلت لها؟ ما بقى تخافي علي لانه انا رح اوصل. مين كان عم بيقوي الثاني هال 15 سنه؟ انت عم بتقويه او هي عم تقويك؟ لما انا كنت ضعيف هي حتقوي، هي عم تقوينا. بس هي تكون ضعيفه انا بتطلع فيها وببتسم. ببتسم، بهالابتسامه بتعرف انه لازم تطلع من هيدا الضعف لتصير بقوه. بختام كلامنا، اذا بدنا نتصور صوره تصور صوره كامله او نص صوره؟ كامله، صوره كامله. صوره كامله؟ لانه احلى هيك. كيف نصورها؟ سيلفي؟ سيلفي. هيك؟ هيك؟ عبودي اذا هيدي الصوره هلا بدنا نحطها على الاكونت تبعي ات مكتب المالك وعلى الاكونت تبعك عبودي ياسين عبودي جديد. ياسين عبودي جديد. شو بنحط هاشتاج تحتها؟ حياه كامله. حياه كامله نحطها هلا نفس اللحظه. ليه حياه كامله؟ لانه انا ما في شيء ناقص. الإنسان اللي بيعيش نص حياة هو الإنسان اللي ما بيثق بحاله. بس أنا وثقت بحالي وثقت بقدراتي وثقت إنه أنا فيي أعمل مثل ما غيري بيعملوا. بصير كامل. عبودي عم نحكي كنا عن أمك وبحديثي مع أمك اللي هتحضره أنت على الهوا خبرتها قصة أم. بس خبرتها لأمك أول جزء من القصة رح كفي القصة معك. هيدي الرسالة مثل ما أنت بعثت لي رسالة هيدي الأم أيضا بعثت لي رسالة. وهيدي الرسالة رح أقري لك إياها. كانت حياتي طبيعية حتى إجا هيدا النهار اللي غير كل شيء. كانت صدمة إلي لما خلقت بنتي. كيف ممكن تكفي حياتي وحياتها وبنتي خلقت بلا ايدين؟ 13 سنة عمرها بنتي، 13 سنة من المعاناة وبعدني عم ببكي. 13 سنة حرمت فيهم حالي وحرمت بنتي من الحياة بسبب وضعها ما بنطلع كتير بين الناس، ما بطلع معها، بحس بالإحراج. أنا وهي معظم الوقت بالبيت محبوسين. فيك تساعدني حتى ارجع ورجع بنتي للحياة. عبد الله خاتمة هيدي الأم سؤال موجه إلي. بتقلي فيك تساعدني حتى ارجع ورجع بنتي للحياة. بعد ما جاوبتها هيدي السيدة ما بتعرف انك انت ضايف اليوم. هيدي الام اللي عم تعذب ما بتعرف عبد الله. وما بتعرف عبد الله بشو مرق ولوين وصل. بس عبد الله بعمر بنتها. صح. ناطرة مني جواب. بتعرف شو راح يكون الجواب؟ انت.
إذا عجبكم الفيديو اضغطوا لايك وشير، ولمزيد من الفيديوز سبسكرايب بقناة مالك مكتبي الرسمية، تيرن اون نوتيفيكيشنز لتعرفوا كل شيء حصري بيصدر على القناة. تابعوني على كل منصات السوشيال ميديا.